احنا معانا مريان الجميلة ما شاء الله ما شاء الله، كان عندها سقوط قدم. ارفعي مريان، ارفعي مريان، حركي صوابعك. شايفين يا جماعة؟ شايفين سقوط قدم. احنا عملنا كام جلسة؟ 12؟ لا خالص، 7 12 والله 7 بس. ايه ده، انا وصلت كل حالات كل حالات سقوط القدم بيجوا لي قبل ميعادهم بيبقوا كبر. كل حالات سقوط القدم معانا. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الشطاره. وبعدين هنا كان عصام مش شغال، هنا في عصام شغال، كل ده شغال. اي احنا عملناها كمان اختبار، شفنا استجابه العصب. نعمل هوب ونعمل كل حاجه لايف نعمله عشان نشغل الرجل وتشوفوه. شايفين 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 الانقباض ده، كل ده كان كان ميت خالص. شايفين شايفين الانقباض، ما كانش فيه اشاره خالص، العصب كان فاصل خالص، الاحساس ما كانش موجود. يعني لما كوبا ميه سخنه او ميه ساقعه ما فيش احساس. تمام، دلوقتي في احساس ميه سخنه وميه ساقعه. ما كانش فيه احساس لما حد يحط ايده بحس. لا بصي بقى كمان، احنا ده 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 الاختبار بتاع ايه. شايفين يا جماعه ما شاء الله. هنعملها بقى بحاجه اسمها مونو فيلمنت، هو جهاز صغير بس جاي من امريكا بيقيس الاحساس، ده اقل درجه في الاحساس. انا بعمل كل حاجه معاكم على فكره. احنا مش عاملين تقييم، احنا بنعمل تقييم لايف. ايوه احنا يعني بنعمله لايف معاكم، احنا مش عملنا فيديو واحد تقييم. حاسه؟ هايل. كانت لوس اوف سنسيشن، ما فيش احساس خالص. دي اضعف حاجه في تقييم الاحساس، في اقوى منها بقى، فاكيد ان شاء الله هيبقى موجود. دي اصعب واحده اللي هي المونو فيلمنت، الحته الصغيره دي يا جماعه جايه من امريكا، الحته اللي بنعمل بيها التقييم. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ انا 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 يا جماعه بصراحه دكتوره شاطره جدا يا جماعه بجد. قولي لهم انت يعني بقى الكلام انت قلتيه. الاحساس اصلا يعني انا دلوقتي لما احط ايدي حاسه كده، انا حاسه ان ما فيش حاجه على ايدي، اعمل كده في احساس من تحت، كان احساس ميت فوق وتحت، يعني هنا مفيش احساس وهنا مفيش احساس. دلوقتي انا اعمل كده بحس، اغمض عيني تمسك صوابعي عارفه هي ماسكه انا صوبع. الاول كان اي حد يمسك صوابعي مفيش احساس خالص، كنتش اعرف انا صوابعي ممسوك، كنتش اعرف هاتني كده التانيه دي. وسقوط قدم فظيع يا جماعه، كان سقوط كان قدم كامل. سقوط قدم كامل اللي تحت خالص. والتانيه بتاعت الصوابع دي وقسنا بالجهاز برضو تاني. كانت 4.5 الاول، كانت 4.5، بقينا 7 من 7 جلسات بس. من 7 جلسات، يعني لسه بس انا بحسبها خلصت ال 12 عشان لا بس هي الدكتور عامله لي جلسات مكثفه كل يوم، والجلسه بتاخد معايا 6 ساعات، وكاتبه كل حاجه للدكتور، والدكتور بيقعد في ايده بس بيقعد ساعه ونص او ساعتين، واجهزه مزوده لي اجهزه ومظبطه لي كل حاجه. يعني 7 جلسات ورجلي يعني، وكنت صح كنت بعرج. ايوه كانت بتمشي. وريهم مشيتك الحلوه اللي انت وريتها لي اول ما دخلت. اصلا هي دخلت بتقول لي هو في دكتوره شاطره كده؟ كده ما كنتش بمشي، انا كنت بمشي بعمل ازاي؟ كده. ايوه كانت بتمشي، كنت بمشي ارفع رجلي فوق، دلوقتي بمشي حلوه ولسه مكمله بصراحه مع الدكتوره. يعني انا بعرف ارجع لورا، الاول كنت ارجع لورا دلوقتي لا. بعمل كل حاجه. كانت بتزق على ناحيه واحده. بص بقى انا بزق هنا اهو، نمشي لحد الحيط. انا الاول كنت بمشي كده، دي بتعمل لورا، دي ما هي القدم صح. دلوقتي بمشي اهو، بمشي كويس جدا وبعرف الف. الاول ما كنتش بعرف الف، الاول كنت ماشيه معكاز جامد واتكل عليه، دلوقتي لا بمشي بتحرك براحتي، اعرف اعمل كده كده ما اقعش، ماسكه نفسي. في حاجات كتيرة بصراحة اتحسنت فيا كده هنا مع الدكتورة، بصراحة الدكتورة لا يعلى عليها، ما شفتش حد. أنا بقالي سنة وخمس شهور بلف على دكاترة بس مش مختصين زي الدكتورة رانيا بصراحة. الدكتورة رانيا أشطر حد، أنا جيت له 7 جلسات وجابت معايا النهاية، وما بتفرقش معاها أي حاجة تانية، يفرق معاها المريض اللي هو يقوم بالسلامة. على فكره وهي طمنت لي جابت لي حاله هي عالجتها عندي في الاوضه، كانت سقوط قدم وجابتها لي بترفع رجليها اكني ما عندهاش سقوط قدم خالص. أيوة مستحيله دكتوره رانيا دي مستحيله بجد. هي كانت جايه متوتره، فسبحان الله انا جاتلي كان جاي لي بالصبح العيانه التانيه بتكشف على حاجه تانيه، بتكشف على ظهرها وعملت معانا فيديو برده عن سقوط القدم، فدخلتها لي عيني من كتر ما هو انا ممكن هو انا ممكن
ارفع رجلي صح وانا كنت متوتره وقلت لها طب تعالي بقى اقلب عندي هنا في ركبتي ما كنتش اقدر ارفع منها الكف خالص لا ركبتي هي عامله كده حاجه في البرنامج بتاعي ركبتي اتحسنت عن الاول مع اني عندي خشونه صعبه بصراحه بس هي شطوره جدا معايا وربنا يا رب يقعدها في صحتها يا رب بجد بجد انا مهما اقول انا مش هقدر اوفيها حقها شكرا لك